بعد مباراة الإسماعيلي انتقادات كانت حادة جدا جدا على أيمن أشرف وعلى أحمد الشيخ، تمام؟ هل الانتقاد ده اللاذع في مصلحة الفريق، في مصلحة اللاعبين؟ لا طبعا. طيب هل احنا كمتابعين من بره كده، كنا بنتفرج على الماتش ما بنشوفش التدريب بيحصل ايه، او ما بنشوفش مستر فايلر بيتكلم ازاي، او قناعاته بالنسبه للاعبين تبقى ايه، هل التقييم بتاعنا ده هيكون هو التقييم الموضعي او التقييم الموضوعي جدا بخصوص الجزئيه دي؟ لا، مش هيبقى هو التقييم المظبوط. مين اللي يقدر يقيم؟ مستر فايلر. هل ايمن اشرف لعيب سيء؟ لا. بدليل ايه؟ بدليل ان ايمن اشرف بيلعب مع النادي الاهلي من اول الموسم في بطوله الدوري، الاهلي دخل فيه كام جون؟ دخل فيه جون واحد. ايمن اشرف بيقدر يطلع بالكوره، بيسلم الكوره صح، ودي ده اسلوب لعب مستر فايلر، وده هو بيبقى عايزه، عايز لعيب في الدفاع يقدر يطلع بالكوره يبني الهجمه بشكل باثبات كمان تصريحات مستر فايلر عليه امبارح، الراجل اشاد بايمن اشرف كل الاشاده. فانا بستغرب شويه بعض اللي هم يعني ناس كان المفروض ان هم عندهم خبرات كبيره جدا في كره القدم ولاعبين كره قدم وعارفين كويس جدا امكانيات كل لاعب والواجبات المطلوبه منه والاداء بتاعه يبقى امتى كويس وامتى يبقى وحش، وينتقدوا لاعب زي ايمن اشرف رغم الانتقاد حق مشروع لكل الناس ما فيهاش نقاش، لكن احنا عايزين الانتقاد لما نيجي ننتقد لاعبتنا يبقى انتقاد بناء. ليه؟ لان دول لاعبتنا، دول اللي هيكسبونا، دول اللي هينجحونا، دول اللي هيجيبوا لنا بطولات. فأيمن أشرف لعيب كبير جدا ولاعب منتخب مصر ولاعب مؤثر جدا أكيد في صفوف النادي الأهلي في صفوف منتخب مصر، لازم نساند ونفضل في ظهر كل لاعبتنا. أحمد الشيخ من الناس اللي خدت انتقادات لاذعة بعد مباراة الإسماعيلي، هو في الحقيقة عشان منطقي معاكم على مدار الأربع سنين بالنسبة لأحمد الشيخ مع النادي الأهلي الراجل ما سابش بصمة، لكن الواضح مع مدير فني جيد إن هو هيبتدي يسيب بصمة مع النادي الأهلي، هيبتدي يبقى ليه دور مع النادي الأهلي. أحمد الشيخ امبارح مع الماتشات يعتبر عمل ماتش جيد، احرز هدف مؤثر في نهايه الشوط الاول، توقيته كان مهم قوي، اداك دفعه في الشوط الثاني مميزه جدا من خلالها قدرت ان انت تحرز 3 اهداف. وانا عايز اقول لحضراتكم معلومه، الراجل مقتنع اقتناع تام باحمد الشيخ، مستر فايلر مقتنع باحمد الشيخ اقتناع تام. دليل ايه؟ دليل ان هو لعبه المباراه الثانيه على التوالي بعد مباراه الاسماعيلي، لعبه مباراه الاتحاد كاساسي، ففي قناعه بيه، خلاص احنا نآزر، احنا ندعم، نفضل في ظهر لاعبتنا، ايا كان ممكن يحصل دروب في المستوى ده طبيعي في كره القدم، لكن في نفس الوقت احنا كدور جمهور او اعلاميين في النادي الاهلي ان احنا نساند لاعبتنا، لان الهدف الاساسي ان هم يحققوا كل المرجو من قبل جمهور النادي الاهلي، والكلام ده مش هيحصل غير من خلال المسانده والدعم، فكل الدعم والتحيه والتقدير والشكر للجهاز الفني واللاعبين ككل، لان الكل في الحقيقه عمل مباراه كبيره امبارح، يعني سعد سمير بقاله فتره ما بيلعبش، نزل في ماتش الاسماعيلي بس عمل برضه مباراه امبارح بشكل جيد، في عدد من اللاعبين في الحقيقه تالقوا.